أعمل معك وأعمل بشكل منقطع حول العدوان الروسي ضد أوكرانيا، ولكن في قضايا مختلفة أخرى، لأن بلدينا لديهم مصالح مشتركة حول كل القضايا الهامة. الآن كنا في بروكسل في الأسبوع الماضي مع وزراء الناتو مع الاتحاد الأوروبي، مركزين على ما حول تعزيز التنسيق في الرد على موسكو في حربها الغير مبررة والعنيفة ضد أوكرانيا. طواقمنا بتنسيق مستمر وباتصال مستمر، ليس فقط من أجل بلورة الموقف المشترك لبلدينا، بلدان يعملان بالتنسيق التاريخي، ولكن مع شركائنا وحلفائنا في أوروبا. من خبرتي وأنا أقوم بهذا على مدار 30 عاما، لم نرى وحدة إلى هذا الحد في على مستوى السياسة وعلى مستوى المبادئ. نحن موحدون في تعزيز قواتنا ودعم أوكرانيا ودفاعها الجريء ودعم الشعب الأوكراني الذي يعاني من كارثة إنسانية بسبب الغزو الروسي. نحن موحدون في جهودنا لجباية ثمن من موسكو على ما تقوم به وهي شردت مليوني إنسان. مبكرا في هذا الأسبوع رئيس الوزراء أوكرانيا حدد دعم إلى أوكرانيا ليصل هذا الدعم إلى 400 مليون ليرة استرلينغ. هذا يساعد الحكومة الأوكرانية على دفع الرواتب من أجل تأمين الخدمات الأساسية الحيوية، الخدمات التي لم يتم قصفها من قبل الجانب الروسي. المملكة المتحدة كانت من أولى الدول التي أرسلت الدفاعات إلى أوكرانيا، وتحميل بوتين وفرض العقوبات على الرئيس بوتين وعلى المقربين منه. قبل أيام مجلس النواب قرر عقوبات على أشخاص وتعزيز العقوبات على أولئك من الروس الذين يهربون أموالهم إلى المملكة المتحدة. في إطار الخطوات التي اتخذناها لتحميل الكرملين لمسؤولياته، الرئيس بايدن أعلن عن حظر كل استيراد الغاز من روسيا، والرئيس رئيس الوزراء جونسون أعلن أنه سيتم التوقف عن استيراد الغاز الروسي حتى نهاية 2022. الجانب الروسي لازال يحاصر المدن الأوكرانية، وكل دولة يجب أن تنضم إلينا في الضغط على موسكو أن تتوقف عن هذه الأعمال. هذا ليس الوقت للنداءات العامة. نحن نشدد على ضرورة إنشاء الممرات الإنسانية. روسيا، القوات الروسية تحاصر مدن أوكرانية ودمرت بنى تحتية تبقي الناس دون ماء ودون كهرباء ودون غذاء ودواء. روسيا وقصف القصف الروسي بما في ذلك قصف المدنيين الذين يحاولون الفرار يبقون المدنيين بأوضاع مزرية. المقترحات الروسية لإنشاء ممرات تقود إلى روسيا وإلى بيلاروسيا هي ساخرة، لأن هذا لا يأخذ بالحسبان حياة الناس. المدنيون الذين فروا بالأمس عبر هذه الممرات من سومي إلى بورتولا مدينة أخرى في أوكرانيا يظهرون أنه بالإمكان استخدام الممرات، ولكن يمكن توسيع هذه الممرات. ليس فقط في أوروبا، المملكة الولايات المتحدة تسعى لحماية السلام والأمن. نحن أيضا نهتم في برنامج إيران النووي. سويا تحدثنا حول كيفية العودة إلى الاتفاق النووي للعام 2015، وسنعمل سويا أن لا تحصل إيران عن السلاح النووي في شمال إيرلندا. أوضح الرئيس بايدن أنه يجب تأمين السلام في إيرلندا الشمالية. الولايات المتحدة مستمرة بدعم الطرفين لحل الخلافات بشأن المسألة الإيرلندية. قبل أن ننتقل إلى ليز، أريد أن أوضح نقطة أخيرة. هذه ليست الحكومة البريطانية التي تريد مساعدة أوكرانيا. نرى التضامن الهائل من الشعب البريطاني، شعب كالخالد الميات الذي يقود حملة
محلية لشراء الملابس وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الحدود الأوكرانية. والناس في اليوم الثاني للعملية شنوا حملة على الفيسبوك لمساعدة الناس في أوكرانيا، وخلال أيام جمعنا 380 شاحنة. أنا أعتقد أننا نرى هذا الدعم من الشعب البريطاني، وأن الشعب البريطاني ذاق التجربة في الحرب العالمية الثانية التي تسببت إلى معاناة في الناس، قتلت 60,000 مدني وأصابت عشرات الآلاف الآخرين. هذا لا يمكن أن نرى مشاهد النزوح في محطات المترو أن لا نفكر عن أولئك الذين لجأوا إلى محطات المترو في الحرب العالمية الثانية. هذا التصميم الذي شاهدناه قبل 8 عقود، هذا ما من قبل البريطانيين نشهده اليوم من قبل الشعب الأوكراني اليوم. ليز، أنتقل إليك. شكرا توني، هذا رائع أن نكون مع صديقي وحليفي وزير خارجية بلينكن. نحن ننظر سويا إلى ما يحدث في أوروبا ونعمل سويا وبتنسيق مع حلفائنا. الغزو الغير قانوني لبوتين يحصد الكثير من المعاناة، ولكنه لم يتقدم كما خطط له. منذ اجتياز الحدود، المملكة المتحدة والولايات المتحدة أوضع في من خلال الناتو والدول العظمى السبع تحمل بوتين المسؤولية. قبل الغزو، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نشرت خطط بوتين لبسط نظام دوما في أوكرانيا. حذرنا حلفائنا من أنه سيقوم بهذه العملية. فجأنا بوتين بوحدتنا وبصرامة عقوباتنا التي طالت البنوك والسفن والأثرياء والقطاع الغاز. والشعب الأوكراني الشجاع فاجأه بتصميمه وبقيادته. الآن ليس وقت الاستسلام، بوتين يجب أن يفشل. نحن نعرف من التاريخ أن العدواني يفهم فقط القوة. نعرف أنه إذا ما لم نقم بما فيها الكفاية الآن، عدوانيون آخرون في العالم سيتشجعون. ونعرف أنه إذا ما لم يتوقف بوتين في أوكرانيا، ستكون هناك تداعيات كارثية على الأمن الأوروبي والأمن العالمي. نريد إرسال رسالة أن الأمم السيادية لا يمكن لها أن تسقط، لذلك علينا أن نستمر وبقوة في ردنا. علينا أن نضاعف عقوباتنا، وهذا يشمل وقف منظومة السويفت ووقف استيراد الغاز الروسي. المملكة المتحدة والولايات المتحدة أعلنت هذا الأسبوع خطتها لوقف استيراد الغاز الروسي، والاتحاد الأوروبي أعلن خطته لخفض استيراد الغاز والنفط الروسي. نشجع الدول أن تنضم إلى العقوبات. 141 دولة صوتت ضد العدوان الروسي في أوكرانيا، وعلينا أن نستمر بتزويد السلاح إلى أوكرانيا. أنا فخورة أن المملكة المتحدة كانت الدولة الأوروبية الأولى للقيام بذلك، وأنا أحيي قرار ألمانيا واليابان ودول أخرى لإرسال المساعدات العسكرية. منذ نهاية الحرب الباردة أخذنا مصيرنا، والآن نقف سويا. لا يجب أن نسقط هذه الوحدة، علينا أن نقف أقوياء في الناتو ومع كل حلفائنا، وندعوهم لتعزيز استثمارهم، لتعزيز حداثة الناتو والتنسيق حول التكنولوجيا والسايبر. وعلينا أن نتوقف عن التبعية بأنظمة ديكتاتورية فيما يتعلق بمواد أساسية. علينا أن نبني التحالفات الاقتصادية والأمنية حول العالم مع الهند ودول الخليج لتعميق العزلة الروسية. سنستمر بالعمل سويا من أجل ضم دول أخرى تؤمن بسيادة الدول. الحرب في أوكرانيا هي معركة من أجل المستقبل والحرية وتحقيق تقرير المصير. نريد بوتين أن يفشل في أوكرانيا وأن تستعيد أوكرانيا سيادتها. Taking two questions per side, alternating. We'll start with Kylie Atwood of CNN.
Good afternoon or morning. Thank you for doing this. إذن كانت هذه كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيرته البريطانية تحدثا من خلالها عن الحرب الروسية في أوكرانيا وأيضا عن العديد من النقاط الهامة أبرزها أشار بلينكين خلال كلمته إلى أن بلاده تنسق مع الحلفاء بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا. كذلك الأمر أشار إلى أن بلاده فرضت عقوبات على بوتين وعلى النخب السياسية هناك أو على المقربين من بوتين. كذلك الأمر قال يعني بأن بلاده تحدثت أيضا عن أهمية فرض العقوبات تحديدا في مثل هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك وزيرة الخارجية البريطانية قالت بأن هدف بلادها هو إفشال مخططات بوتين في أوكرانيا. كذلك الأمر تحدثت عن العقوبات قالت بأن بوتين تفاجأ بوحدتنا وبأن العقوبات بالطبع كانت مؤثرة جدا حتى اللحظة. هكذا قالت يعني ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية خلال مؤتمر صحفي لها مع نظيرها البريطاني. كذلك الأمر تحدثوا عن نسعى لبناء تحالفات حول العالم لعزل روسيا دوليا. بالإضافة إلى ذلك قالت البريطانية علينا مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا. كذلك الأمر تطرقت إلى إمكانية مضاعفة العقوبات على روسيا ضمن حزمة العقوبات التي تم فرضها حتى اللحظة عليها. كذلك قضية تدفق الغاز والنفط الروسيين إلى أوروبا. كل هذا جاء خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية وزيرة الخارجية البريطانية وأيضا لأنتوني بلينكين. إذن كنا معكم على مدار هذه الساعة في هذه التغطية وبالطبع تحدثنا بالطبع مع العديد من النقاط الهامة.